الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى المجتبى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، بإذن الله عز وجل بدنا نبدأ في steps of inflammatory receptors. ما هي يا إخوان response؟ ما هي يا إخواننا خطوات ال inflammation؟ أول إشي طبعاً 5R. أول إشي بده يتعرف recognition of injurious agents. أنا أول إشي بدي أتعرف على الميكروبس، بدي أتعرف على السيل ديث أو النيكروسيز. بعد كده بدي أعمل recruitment لللوكوسايت، بدي أعمل جذب لللوكوسايت. بعد كده بدي لما تنجذب اللوكوسايت ويصير إلها activation، بدي أعمل removal of the agent، ممكن removal of microbes أو removal of the dead cell. بعد كده بعد الريموف بدي أعمل regulation of the response، regulation يعني control. بعد كده بدي أعمل repair أو resolution. الآن يا إخواننا المحترمين، أنا عشان أتعرف على الميكروبس أو أتعرف على الدمج سيل، في يا إخواننا the first step in inflammation response is recognize للميكروبس أو النيكروتيك سيل by cellular receptor and circulating بروتين. أنا يا إخواننا ثلاثة من الريسبتور بتتعرف على البكتيريا أو الميكروبس أو النيكروتيك سيل. في حاجة بسموها cellular receptor للميكروبس، إذن cellular receptor for microbes، وأشهر receptor بسموه toll-like receptor. toll-like receptor. في أيضا receptor لمين؟ receptor لsensor of the cell damage، وأشهر إشي الإنفلاماسوم. الإنفلاماسوم إذن sensor of the cell damage. هذا الريسبتور بتحسس إذا صار أنا عندي الخلية صارت دامج أو الخلية بده يصير لها نيكروسيس ولا لا. وفي حاجة بسموها السيركيوليتنج بروتين، هدول موجودات في وين؟ في البلازما بروتين، بسموهن السيركيوليتنج بروتين. يعني مثلا لو دخلت ميكروبس على البلاد، الموست كومون ار كومبليمنت سيستم السيركيوليتنج بروتين، الموست كومون الكومبليمنت سيستم. وفي برضه ريسبتور بنسميه مانوز بايندينج لاكتين. مانوز بايندينج يعني بيرتبط في المانوز تبعت الميكروبس او تبعت البكتيريا. لاكتين بيعمل الباث واي تبع اللاكتين، سي تايب لاكتين بسموه، سي تايب لاكتين او الباث واي تبع اللاكتين راح ناخده لقدام. تمام، بس قصدي انه هذا بيرتبط في المانوز تبع البكتيريا. تمام، وفي حاجة بسميها الكوليكتين. طيب الآن يا إخواننا بدنا ناخد بإذن الله عز وجل شوية شوية. بداية cellular receptor for microbes، هذا الريسبتور بيكون في السيل بتعرف على الميكروبات. تمام، وظيفته التعرف على الميكروبات. It's now established. وين بيكون موجود هذا الريسبتور؟ بيكون موجود في الفاغوسايت، في الدندريتك سيل. الفاغوسايت زي الماكروفيج. اذا هذا الريسبتورون بيكون موجود في الماكروفيج والدندريتك سيل، وبيكون موجود ايضا في الماست سيل. بيكون لربما بيكون موجود في الماست سيل، بس مش مكتوبه هنا، خلاص بدنا نحفظ انسو الماست سيل. خلاص بيكون موجود في الفاغوسايت وفي الدندريتك سيل. اذا هذا الريسبتور بتعرف على الميكروبس، بسموه سيلولار ريسبتور، وبيكون موجود في الاندوثيليال سيل. إذن وبيكون موجود في الاندوثيليال سيل، يعني بيكون موجود في ثلاث أماكن، في الفاغوسايت والدندريتك سيل والاندوثيليال سيل، بتعرف على الميكروبات. تمام، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. وبرضو بتعرف على السبستانس ريليز فروم ديد سيل، هو وظيفته الأساسية التعرف على الميكروبس إذا دخل ميكروبس أو إذا ما دخل ميكروب. وإله وظيفة ثانوية وليست أساسية أيضا، التعرف على المواد التي تخرج من الديد سيل. وإخواننا لما الخلية تموت بتخرج منها مواد،
تمام؟ فهو بتعرف على هذه المواد فبيعرف انه انا في عندي خلايا ميتة، فبدي احفز جهاز المناعة انه يجيب اللوكوسايت والماكروفاج والنيوتروفيل وهكذا. طيب، واشهر ريسبتور بنسميه تول لايك ريسبتور. هذا الريسبتور من عائلة السيليولر ريسبتور اللي راح يتعرف على الميكروبس. طيب، هذولا مش هن بتعرفوا على الميكروبس، فايش بسموهن باثوجين اسوسيشن، يعني بتعرف على الميكروبس فسميتن باثوجين اسوسيشن، بعد كده موليكيولار باترين. المهم اهم كلمه باثوجين، اي بتعرف على الباثوجين. اذا السيلولار ريسبتور فور مايكروبس او التول لايك ريسبتور بسميهن باثوجين اسوسيشن موليكيولار باترين. اذا هم بتعرفوا على الميكروبس، تمام. طيب، اشهر هذول التول لايك ريسبتور زي ما احنا اخذنا. الميكروبس سنسور ريكوجنايز برودكت اوف بكتيريا، يعني هو ايش هذول بتعرفوا على الميكروبس عن طريق بتعرفوا على الاندوتوكسين تبع البكتيريا او الدي ان اي تبع البكتيريا. ما هو يا اخوانا بتعرف على البكتيريا، ما هو كيف التول لايك ريسبتور بده يعرف انه انا عندي بكتيريا؟ اذا والله يتعرف على الاندوتوكسين تبع البكتيريا او على الدي ان اي تبع البكتيريا، او كيف بده يتعرف على الفيروس؟ اذا بيتعرف على الار ان اي تبع الفيروسات، بتعرف على الار ان اي تبع الفيروسات. كيف بده يتعرف على الفانجاي؟ على البوليساكاراي تبع الفانجاي. اذا هو كيف بده يتعرف على الفانجاي؟ على البوليساكاراي تبع الفانجاي. كيف بده يتعرف على الفيروسات؟ على الار ان اي تبع الفيروسات. كيف بده يتعرف على البكتيريا؟ على الدي ان اي تبع البكتيريا او على الاندوتوكسين. الان هو موجود في مكانين، المكان الاول موجود في البلازما ميمبرين، في البلازما ميمبرين، وبيكون موجود في الاندوسوم. اذا هذا التول لايك ريسبتور بيكون موجود في البلازما ميمبرين وفي الاندوسوم. لما يكون موجود في البلازما ميمبرين اذا بيقدر يتعرف على الاكسترا سيلولار، ولما بيكون موجود في الاندوسوم يعني بيقدر يتعرف على الانجستد مايكروبس، يعني لما الميكروب يدخل جوا. يا اخوانا المحترمين، لو واحد سالك ايش يعني اندوسوم، تمام. الان يا اخواننا هاي هذا الرسمه راح تقول لك باذن الله عز وجل. الان لاحظ هاي البلازما ميمبرين، صح؟ تمام. فالاندوسوم بيصير عمليه باينوسايتوسيس للبلازما ميمبرين وللريسبتور، بيصير باينوسايدوسيس فبتكون الاندوسوم. فالاندوسوم عباره عن انه حوط على الباينوسايتوسيس برضو ممكن لبروتين، شايفين هاي بروتين، فصار انا عندي باينوسايتوسيس وهي الاندوسوم. فقال لي انا التول لايك ريسبتور بتكون موجوده في الاندوسوم، يعني بتكون هاي هذا الريسبتور مثلا بتكون موجوده في ايش؟ في الاندوسوم. فبتعرف اذا موجود ايضا انجيشن مايكروبس ولا لا، يعني لو كان مايكروبس موجود داخل الخليه ولا لا. طبعا ما انتم عارفين انه الاندوسوم راح يتروح على اللايزوسوم عشان يصير لها ديجراديشن وما شابه، ما علينا كتير، بس احنا بدنا نفهم ايش بس يعني الاندوسوم. اذا التول لايك ريسبتور ممكن يكون في البلازما ميمبرين فبتحسس الميكروب اللي بيكون في الاكسترا سيلولار كومبوننت، او بيكون في الاندوسوم فبتحسس الانجستد مايكروبس، تمام. ايضا التول لايك ريسبتور ريكوجنيشن بتعرف على الميكروب باي ذيز ريسبتور اكتيف. طيب الان يا اخواننا المحترمين، هالحين انا التول لايك ريسبتور اتعرفت على الميكروبس، ايش بتسوي بعد كده؟ بتفرز ميدياتور. بتفرز ايش؟ ميدياتور. هذا الميدياتور ميدياتور اوف انفلاميشن، يعني هذا الميدياتور عشان يصير انا عندي انفلاميشن فبتستدعي اللوكوسايت، يعني هذا الميدياتور بتعمل ريكروتمنت لللوكوسايت، وكمان هذا الميدياتور بعد ما تعمل ريكروتمنت لللوكوسايت بتعمل اكتيفيشن لللوكوسايت، وممكن برضو تفرز السيتوكاين انتي فايرال سيتوكاين، ممكن تفرز انتي فايرال سيتوكاين زي الانترفيرون. فاذا التول لايك ريسبتور لما تتعرف على الميكروبس الترانسكريبشن فاكتور بيصير اكتيفيشن للترانسكريبشن فاكتور،
تمام، بيصير اكتيفيشن للترانسكريبشن فاكتور، فيتم افراز ميدياتور. هذه الميدياتور بتساعد على الانفلاميشن، بتساعد على الريكروتمنت لللوكوسايت، بتساعد على الاكتيفيشن لللوكوسايت، ممكن تكون انتي فايرال زي سايتوكاين او الانترفيرون. تمام، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يا اخوانا وانت عارفين انه الميدياتور عباره عن بروتين، شايف؟ ممكن يكون الريسبتور على السيل ميمبرين، وممكن يكون يا اخوانا الريسبتور على الاندوسوم، الريسبتور يكون على الاندوسوم. تمام، الان برضو في ريسبتور تاني اسمه سنسور اوف ذا سيل دامج. السنسور اوف ذا سيل دامج بده يعرف اذا هلقيت هدول عباره عن مجسات موجودات في الخلية، عشان تعرف إذا الخلية راح تصير راح تموت ولا راح تضلها عايشة. إذا سنسور اوف ذا سيل دامج، لو واحد سألك هل هدول السنسور بيكونوا على بلازما ممبرين؟ الجواب لا. ليش؟ إيش أنا بدي إياهم في البلازما ممبرين؟ لا، بدي إياهم يكونوا في السيتوسول، في السيتوسوليك، في السيتوسول. إذا هم عبارة عن سيتوسوليك ريسبتور. أول إشي سنسور اوف ذا سيل دامج، هدول عباره عن مجسات بيعرفوا اذا الخليه راح يصير لها دامج او نيكروسيس ولا لا، وهدول وبالتالي راح يكونوا وين؟ في السيتوسوليك، في السيتوسوليك، في السيتوسوليك. وهدول عشان بتتعرف على السيل دامج سموها دامج اسوسيشن. دامج ايش؟ اسوسيشن، وطبعا موليكولار باترن. المهم دامج اسوسيشن اسمهم. طيب كيف يا اخواننا بتعرف، كيف هدول الريسبتور بتعرف انه الخلية راح تموت؟ والله لو لاقت دي ان اي في السيتوسول، الدي ان اي اصل يكون في الميتوكوندريا، في النيوكلياس، في النيوكلياس، فلو لاقت دي ان اي في السيتوسول بتعرف انه هذه الخلية راح تموت، عشان النيوكلياس خربت. فانا لو لقيت دي ان اي في السيتوسول، طيب الان لو لقيت اي تي بي بشكل كبير في السيتوسول بعرف انه الميتوكوندريا صار لها ربتشر، فلما انفجرت الميتوكوندريا طلعت كل الدي الاي تي بي الموجوده في السيتوسول، فطلعت كل الدي ال الميتوكوندريا لما صار لها ربتشر طلعت كل الاي تي بي اللي موجوده داخل الميتوكوندريا طلعتهم على السيتوسول. ايضا لما يلاقي يوريك اسيد في السيتوسول بشكل كبير، اليوريك اسيد وين بلاقيه؟ لما انا بدي اعمل تكسير للدي ان اي، لما بدي اعمل تكسير للدي ان اي بلاقي يوريك اسيد. تمام، فلما الاقي يوريك اسيد بشكل كبير بعرف انه انا عندي تكسير للدي ان اي بشكل كبير، بعرف انه الخليه راح تموت. طيب لما انا البوتاسيوم يقل، لما البوتاسيوم يقل بشكل كبير ايش يعني؟ بعرف يا اخواننا لما البوتاسيوم بيقل بشكل كبير بعرف انه السيل ميمبرين تبع الخليه صار فيه خلل، البلازما ميمبرين او السيل ميمبرين تبع الخليه صار فيه ايه؟ صاروا فيه له ايش يا اخواننا؟ خلل. فلما صار فيه له خلل ما بطل يدخل بوتاسيوم، بطل يدخل بوتاسيوم، بل صار يعمل للبوتاسيوم إفلكس. فاذا لما يكون البوتاسيوم قليل بعرف انا السيل ميمبرين تبع الخليه صار فيه له خلل، وبالتالي بطل يدخل بوتاسيوم بل صار يخرج البوتاسيوم، صار يعمل إفلكس للبوتاسيوم، فالبوتاسيوم قل. فهدول الاربع اشياء اذا كانوا موجودين في السيتوسول بيعرف هذا الريسبتور انه الخليه راح يصير لها دمج، وبالتالي بيحفز الانفلاميشن. الان هل قلت هدول الريسبتور لما يصير إلها لما تتحسس انه الخليه راح يصير لها دامج ايش بتسوي؟ بتعمل اكتيفيشن لحاجه بنسميها انفلاماسوم، انفلاماسوم. اذا بتعمل اكتيفيشن لحاجه بنسميها انفلاماسوم. ايش هي الانفلاماسوم؟ الانفلاماسوم عباره عن بروتينات متجمعه مع بعض، فبسميهن مالتي بروتين. فالإنفلاماسوم بروتينات متجمعة على بعض فسميها مالتي بروتين. وين موجود المالتي بروتين؟ في السيتوسوليك، فبسميهن سيتوسوليك مالتي بروتين كومبلكس الإنفلاماسوم. فإذا الإنفلاماسوم عبارة عن مالتي بروتين سيتوسوليك كومبلكس. هدول أيضا الإنفلاماسوم اللي بيعملوهم اكتيفيشن السنسور سيل دامج، والإنفلاماسوم نفسهم برضو بتعرفوا على الديد سيل. أيضا الإنفلاماسوم عندهم المقدرة على التعرف على البرودكت أوف ذا ديد سيل، على البرودكت أوف ذا ديد سيل.
زي ايش البرودكت اوف ذا ديد سيل؟ اليوريك اسيد لما يزيد يعني الدي ان اي اتكسر يعني الخليه بدات تخرب، الاي تي بي لما يزيد يعني الميتوكوندريا صار لها ربشر، الكريستال اند سم مايكروبيال برودكت برضها إلها وظيفة ثانوية إنه تتعرف على بعض الميكروبس، لكن الريسبتور الأساسي في التعرف على الميكروب التول لايك ريسبتور. تمام. إذا الإنفلاماسوم اللي بحفزها السنسور سيل دامج أو الدامج أسوسيشن موليكولار باترن، والإنفلاماسوم أيضا هي بتقدر تتعرف على البرودكت تبعت السيل دامج. طيب الآن اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. الانفلاماسوم لما يصير إلها اكتيفيشن بيصير اكتيفيشن للانترلوكين واحد، وهذه مهمة، بيصير اكتيفيشن للانترلوكين واحد، فالسنسور سيل دامج بيحفز الانفلاماسوم والانفلاماسوم بيحفز الانترلوكين واحد. فلو أنا يا أخواننا طبعا، والانترلوكين واحد هذا ميدياتور بيحفز الانترلوكين واحد بيحفز الانفلاميشن الانفلاميشن وبصير الانفلاميشن. طيب لو واحد يا اخواننا عنده gain of function mutation in cytosolic receptor، يعني واحد يا اخواننا عنده mutation، هذا الميوتيشن سبب gain of function، يعني صار الانفلاماسوم بشكل كبير. ما هو يا اخواننا ممكن الميوتيشن يسبب خلل، هذا الخلل ممكن gain of function او loss of function، يعني هذا الميوتيشن ممكن يخلي الانفلاماسوم gain of function او الانفلاماسوم loss of function. فلو كان الميوتيشن سبب gain of function فصار الانفلاماسوم يحفز بشكل كبير والفانكشن بشكل كبير، فصار الانترلوكين واحد يفرز ويصير له activation بشكل كبير، فصار الانفلاميشن يصير بشكل كبير. لما يصير الانفلاميشن بشكل كبير بيصير جهاز المناعة يهاجم خلايا الجسم نفسها، خلايا الجسم السليمة، وبالتالي بيصير انا عندي اوتو انفلاميشن سيندروم، اوتو انفلاماتوري سيندروم. طب ايش الحل؟ تعمل يا اخواننا انتاجونست للانترلوكين واحد، تعمل انتاجونست للانترلوكين واحد، مع انه انا عندي الخلل مش في الانترلوكين واحد، عندي الخلل في الانفلاماسوم صار فيه له ميوتيشن، الانفلاماسوم صار له ميوتيشن، فالفانكشن تبع الانفلاماسوم زاد اضعاف اضعاف، فزود الانترلوكين واحد اضعاف اضعاف. فانا ايش بسوي؟ بعمل انهيبيشن للانترلوكين واحد، وبالتالي قد ما الانفلاماسوم يزيد قد ما الانفلاماسوم يزيد على الفاضي. ليش؟ مش راح يقدر يحفز الانترلوكين واحد، عشان انا اعطيه الدواء اعمل انهيبيشن للانترلوكين واحد. عشان كده احنا قلنا لازم بدنا نعرف الكيميكال ميدياتور، عشان لما انا بعطي دواء على الكيميكال ميدياتور، اذا لو شخص عنده اوتو انفلاماتوري سيندروم، يعني عنده انفلاميشن بس اوتو انفلاميشن، اعطي له انترلوكين واحد انتاغونست. طيب الاشياء اللي بتحفز الانفلاماسوم، اليوريك اسيد كريستال في الجوت تزيد اليوريك اسيد، الكوليسترول كريستال في الاثيروسكليروسيس بيحفز الانفلاماسوم، وبالتالي الانفلاماسوم بيفرز الانترلوكين 1 وبيحفز الانفلاميشن. مش احنا قلنا الجوت ديزيز بيحفز الانفلاميشن والاثيروسكليروسيس بيحفز الانفلاميشن؟ تمام. وايضا الديابيتس تايب 2 مش احنا قلنا بيحفز الانفلاميشن، لكن لازم يكون الديابيتس تايب 2 مع الاوبيسيتي، ديابيتس تايب 2 مع اوبيسيتي، لانه بحفز الفري فاتي اسيد، بيزود من الفري فاتي اسيد. تمام. واحنا قلنا في الالزهايمر ديزيز، اللي هو الاميلويد ديبوزيشن، الاميلويد هو نفسه اللي راح يحفز الانفلاماسوم. وبالتالي احنا قلنا الالزهايمر ديزيز والديابيتس تايب 2 والاثيروسكليروسيس والجوت ديزيز، كل هدول الانفلاميشن بفاقم وبيعمل سيفيريتي في السيندروم، فبيزود من الاعراض، الانفلاميشن. كيف؟
كيف انا الانفلاميشن؟ عن طريق انه هدول نفسهم بحفزوا الانفلاميشن، ولما يتحفز الانفلاميشن بخرب بزياده، بخرب ايش؟ بزياده. طب كيف هدول بحفزوا الانفلاميشن؟ عن طريق بحفزوا الانفلاماسوم، والانفلاماسوم بزود الانترلوكين 1، والانترلوكين 1 هو اللي بحفز الانفلاميشن. ففي الجود ديسيز مين بحفز الانفلاماسوم؟ اليوريك اسيد كريستال، تمام. وفي الاثيروسكليروسس اللي بحفز الانفلاماسوم الكوليسترول كريستال. الديابيتس تايب 2 الفري فاتي اسيد اللي بحفز الانفلاماسوم. في الالزهايمر ديسيز الاميلويد هو اللي بحفز الانفلاماسوم. طيب الان السيركيوليتين بروتين ريسبتور ثالث بنسميه السيركيوليتين بروتين. هذول البروتينات موجودين في البلاد او في بنسميهم بلازما بروتين، يعني موجودين في البلازما. هذول بيتعرفوا على الميكروبس، تمام، بيتعرفوا على الميكروبس وبيعملوا له ديستراكشن للبلاد بورن مايكروبس. يعني لما يكون مايكروبس في البلاد بيعملوا له ايش؟ ديستراكشن و ديجراديشن، تمام. طيب الان يا اخواننا بدنا نعرف شغله مهمه. السيركيوليتين بروتين يعني هم عباره عن بلازما بروتين زي ايش؟ زي الكومبليمنت سيستم. الكومبليمنت سيستم له القادريه على انه يدمر الميكروبس، وله القادريه ايضا عباره عن بروديوس ميدييتور اوف انفلاميشن. يعني هو الكومبليمنت سيستم ايضا بحفز الانفلاميشن. كيف ايش شغل الكومبليمنت سيستم؟ لقدام راح ناخده لقدام. طيب ايضا في حاجه بسموها مانوز بايندينج لاكتين. طبعا هذا عباره عن ريسبتور او منقول بروتين. هذا عباره عن بروتين، هذا بروتين موجود وين؟ في السيركيوليشن، في البلازما سيركيوليشن. هذا البروتين بيرتبط في المانوز تبع البكتيريا، بيرتبط في الشوجر تبع البكتيريا، وبيعمل على انجيشن المايكروبس. انجيشن ايش؟ المايكروبس. وهذا كمان بيحفز الكومبليمنت سيستم. يعني المانوز بايندينج لاكتين بيرتبط على البكتيريا، على الشوجر تبع البكتيريا، شوجر معين بيرتبط على الشوجر تبع البكتيريا، وبقتل البكتيريا وبيعمل لها انجكشن وبيحفز الكومبليمنت سيستم، عشان الكومبليمنت سيستم كمان يقتل البكتيريا، والكومبليمنت سيستم يحفز الانفلاميشن عشان كمان يقتل البكتيريا. يعني الكومبليمنت سيستم بقتل البكتيريا وبيحفز الانفلاميشن عشان يقتل البكتيريا، تمام تمام. وايضا في ايضا بروتين موجود في البلازما ميمبرين بنسميه الكوليكتين. الكوليكتين ايضا قادر على ايش؟ على كيلينج الميكروبس، يعني يعمل فاجوسايت للميكروبس، تمام تمام. الان في حاجه، الان الاكيوت انفلاميشن. احنا قلنا الاكيوت انفلاميشن ايميديتلي بيصير ايرلي، اول ما يصير انفكشن دغري بيصير عندي اكيوت انفلاميشن، وبيكون رابيد ريسبونس للفاسكولارايز تيشوز تو انجري اور مايكروبس اور فورين سبستانس. يعني انا لما يدخل عندي فورين سبستانس او يدخل عندي مايكروبس او التيشوز يصير لها انجري، خلاص راح يكون عندي اكيوت انفلاميشن، وراح يكون ايميديتلي بشكل فورا وبشكل سريع، تمام. وراح يعمل ايش؟ راح يعمل ما هو ايش وظيفه الانفلاميشن؟ انه يعمل ريكروتمنت للنيوتروفيل من اول يوم وثاني يوم وثالث يوم. اول ثلاث ايام شغل النيوتروفيل، بعد كده شغل المونوسايت، بعد كده ايش؟ شغل المونوسايت. وهدول عشان ايش؟ يعملوا لي ريموف للنيكروتيك سيل، يعني النيوتروفيل والمونوسايت بيعملوا لي ريموف للنيكروتيك سيل وريموف للكوز اوف انرجي، سبب الانجري اذا كان ميكروب او ما شابه، تمام. وبيضه وظيفه الانفلاميشن مش بس ريكروتمنت لللوكوسايت او للنيوتروفيل والمونوسايت، ايضا ريكروتمنت للبلازما بروتين للسايد اوف انفكشن. يعني بيعمل ديليفر البلازما بروتين للسايت اوف انرجي. زي ايش البلازما بروتين؟ زي الكومبليمنت بروتين، زي الكواجوليشن بروتين، زي الفيبرينوليتيك بروتين، زي الكينين بروتين. كل هدول بلازما بروتين لازم يروحوا على السايت اوف انرجي. الان يا اخواننا لما انا يصير عندي اكيوت انفلاميشن بيصير عندي ثلاث اشياء، حاجتين على الفاسكولار تشين
يعني أنا بصير عند ثلاث أشياء رئيسية. أول شيئين رئيسيان بيكون على الفاسكولار إتشينز يعني بتغير الفيزل، وتاني أشياء بيكون على السيليولار يعني إيش بيصير في السيل. تمام. الآن الفاسكولار تشينج بيصير تغير في الفاسكولار حاجتين، بيصير يا إخوانا زيادة البلد فلو، إذن تشينج إن ذا فاسكولار كاليبر، كاليبر يعني عيار الفاسكولار، فبيصير يعني إيش يعني يعني فتحة الفاسكولار أو يعني كيف إيش أقول لكم، الفاسكولار تشينج، الفاسكولار تشينج بيصير تغير في البلد فلو. في البداية أول الانفلاميشن بيصير عندي فازو كونستريكشن، فازو كونستريكشن. لو واحد قال لك ليش أشبه لكم إياها، وهذا تشبيه من عندي ليس تشبيه علمي. الآن يا إخواننا لما أنا يهجم علي عدو، أول إشي ممكن أكمش شوية، ها أول ثواني ممكن أكمش، بعد كده بقول إيش أنا بدي أخاف، لا أنا بدي أهجم، أنا إيش بدي أهجم. وبالتالي أول ما يصير إنفلاميشن لبلد فيزل بتعمل فازو كونستريكشن، فازو إيش كونستريكشن، بس إيش بنسميها ترانسيانت فازو كونستريكشن. بعد كده خلص بيصير فازو دايليشن، فازو دايليشن. إذن في بداية أول إشي بيصير فازو كونستريكشن، وهذه مش مهمة، هذه مش مهمة، لكن إيش بيصير أهم إشي أرتيريولار فازو دايليشن. وبالتالي أول تشينج اللي راح يصير على الفاسكولار هو تغير معيار الفاسكولار والبلد فلو تبع الفاسكولار. كيف؟ إنه بيصير فازو دايليشن، فازو دايليشن. لما يصير فازو دايليشن فالدم اللي موجود فيه البلد فيزل راح يزيد، فبدل ما يكون البلد فيزل كده راح يصير البلد فيزل كده، فكمية الدم اللي راح يكون جوا البلد فيزل أعلى ولا لا؟ تمام. فالبلد فلو بيزيد، فالكابيلاري بيصير إلها إنجورجمنت. تمام، إنجورجمنت. طب وبالتالي increase local blood flow، increase local blood flow. أيضا يعني أول إشي change in vascular caliber and vascular blood flow، اثنين change in vascular permeability، فالpermeability تبعت الفاسكولار بتزيد، الpermeability يا أخوانا إيش بتزيد، وبالتالي بيصير ينتقل البروتين من جوا blood vessel إلى التيشوز، إلى إيش؟ إلى التيشوز. وبالتالي يعني هاي البلاد فيزل بيصير ينتقل البروتين الى التيشوز، او الى مش التيشوز يعني الى الانترستيشال فلويد، او الى الاكسترا فاسكولار تيشوز، الاكسترا فاسكولار تيشوز. فالبروتين بيصير هنا مليان، وبالتالي بشفط معاه الفلويد. هذه العمليه بسميها اكسوديشن. ايش يعني؟ يعني صار انا عندي البروتين طلع برا البلاد فيزل وشفط معاه فلويد، لما يشفط فلويد بيصير انا عندي إديمة، بيصير انا عندي ايش؟ إديمة. تمام. طيب الان يا اخواننا لما انا البروتين يطلع برا البلاد فيزل ويلحقوا الفلويد، ويلحقوا ايش؟ الفلويد، فبيصير الريد بلاد سيل الكونسنتريشن تبعها بيزيد. ها انا عدد الريد بلاد سيل ما تغيرتش، لكن عشان الفلويد قلت فالريد بلاد سيل الكونسنتريشن بتزيد. يعني اقول لكم انت يا اخواننا لما تدوب ملعقه سكر في كاسه شاي، هل الكونسنتريشن راح يصير نفسه لما تدوب نفس الملعقه سكر في برميل شاي؟ لا. تمام. وبالتالي الكونسنتريشن للريد بلاد سيل بيزيد. ليش بيزيد؟ عشان الفلويد قلت. تمام. وبالتالي الفيسكوسيتي تبعت البلاد، بتزيد. مو يا اخوانا كلما زاد الكونسنتريشن او الباكج، للريد بلاد سيل زاد الفيسكوسيتي تبعت الريد بلاد سيل. طيب لما تزيد الفيسكوسيتي تبعت الريد بلاد سيل سرعه الدم بتقل، سرعة الدم بتقل بسمي هذه الحاجة استيسيز. استيسيز يعني ركود أو وقف الدم، أو سرعة الدم بتقل. بفهمنا؟ إذن لو قال لي البلد فلو بزيد،
يعني البلد اللي رايح على الكابيلاري بيزيد، لكن السرعة بتقل. السرعة ايش بتقل؟ طب ليش بتقل السرعة؟ الان انا يا اخواننا هاي البلد فيزل، اتخيل يا اخواننا لو كانت السرعة كبيرة، لو كانت الدم بيجري هان كبير، فاللوكوسايت مش راح تقدر تلزق في الجدار وبعد كده تمرق على التيشوز ويتعمل شغلها. فلازم سرعة الدم يكون بطيء عشان تقدر اللوكوسايت او النيوتروفيل تقدر تلزق، صح؟ اما لما يكون سرعة الدم سريع خلايا الدم البيضاء مش راح تقدر تلزق، تمام؟ طيب اذا اخذنا اول تغيرين اللي راح يصير في الاكيوت انفلاميشن، وكلاهما كان على الفاسكولار تشينج. اول تغير انه تشينج في الكاليبر، في الكاليبر او في البلد فلو. ثاني تغير في البيرميابيليتي. طيب الان نيجي على التغير الثاني اللي راح يحدث على في السيل، بنسميه سيلولار ايفنت. سيلولار ايفنت ايش راح يصير؟ اللوكوسايت راح تروح ايش على، راح يصير لوكوسايت ريكروتمنت، يعني راح تروح على مكان التيشوز المصاب، ثم راح يصير اكتيفيشن، راح يصير لللوكوسايت اكتيفيشن. فهمنا الاكيوت انفلاميشن ثلاث اشياء. اول شيء تغيرين على الفاسكولار، كيف انه البلد فلو بيزيد، فازو دايليشن. ثاني شيء بيصير انا عندي البرميابيليتي بتزيد، فالفيسكوسيتي تبعت البلد بتزيد، فبصير للبلد استيسيس، فبتقدر اللوكوسايت تلزق على جدار الاندوثيليال. طيب والعرض الثالث بيكون على السيلولار ايفنت، انه اللوكوسايت بتروح على مكان الاصابه ثم بصير لها ايش اكتيفيشن، ثم بصير اكتيفيشن. والاكيوت انفلاميشن مين اللي بحفزه؟ قلنا بحفزه البلازما بروتين والسيل اللي كانت موجودة resident inside the tissues، أو السيل زي الماكروفيج والدينتريتك سيل. السيل فهمنا يا إخواننا، والبلازما بروتين أيضا، تمام، ومنسميها سينس دامج ريسيبتور، تمام، أو دامج أو دامج أسوسيشن موليكيولار باترين، أو باثوجين أسوسيشن مولكيولار باترين. هدول هم اللي بيحفزوا الاكيوت انفلاميشن. ليش؟ لانهم بيفرزوا كيميكال ميدياتور، والكيميكال ميدياتور هو اللي بيحفز الاكيوت انفلاميشن. طيب في الاكيوت انفلاميشن ايش راح يصير؟ راح يصير انا عندي زياده في الهيت، زياده في درجه الحراره. يا اخوانا باختصار شديد، انا الدم سخن ولا مش سخن؟ سخن، تمام. فانا يا اخوانا لما انا زاد البلد فلو، يعني زاد كمية الدم، صح؟ لما تزيد كمية الدم زاد ما هو يا اخوانا لما زاد، يعني كيف؟ لما يكون الفيزل هالقدي الدم قليل، الدم قليل، لكن لما يكون الفيزل هالقدي الدم كتير، والدم سخن، والدم سخن فبتزيد الحرارة. هاي اول شيء. وممكن بتقول لي بزيد الحرارة عشان الحركة، الحركة اللي صارت، مش أنا قاعد هنا بتزيد الحركة، مش هنا بصير حركة لللوكوسايت وكذا وهذا، فبيزيد الحرارة. ما علينا كتير. بيزيد أيضا الريدنس، لزيادة إيش؟ لزيادة الفازو دايليشن، لزيادة البلد فلو. وبصير أنا عندي إديمة أو سويلينج. سبب الإديمة زيادة البيرميابيليتي، سبب الإديمة زيادة البيرميابيليتي. إذن سبب الهيت وسبب الريدنس زيادة الفازو دايليشن، سبب الإديمة زيادة البرميابيليتي، والثلاث أسباب هدول كان السبب الفاسكولار اتشينج. طيب بيصير أنا عندي بين ولوس أوف فانكشن، وسبب البين واللوس أوف فانكشن هو اللوكوسايت. ما احنا قلنا يا إخوانا خلايا اللوكوسايت زي النيوتروفيل والماكروفيج وكذا مش عارف ايش، بتفرز مواد بتعمل بين، زي بتفرز مثلا البروستوغلاندين بيعمل بين، وايضا بيعمل لوس اوف فانكشن. لما انت تكون مريض بتقدرش تقف، بتقدرش تشتغل، بتقدرش كذا. مين اللي ما بخليك تقدر تعمل هدول الاشياء؟ الخلايا، اللوكوسايت. اللوكوسايت، تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اخوانا المحترمين، هذا اعاده للي انا قلت لكم عليه، تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الآن يا أخوانا المحترمين بدنا ناخد إشي مهم جدا 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 جدا. إيش هو؟ كيف الإديمة بتتكون؟
بداية أنا عندي أخواننا حاجة بسموها الهايدروستاتيك براشر، وفي حاجة بسموها الأنكوتوك براشر. الأنكوتيك براشر الآن لما بده يدخل الدم في الأرتيريول، ها لما الدم يا أخواننا بده يدخل على الأرتيريول راح يكون محمل بالأكسجين، وبالتالي ها راح يكون محمل بالأكسجين، وبالتالي الدم راح يروح على التيشوز، ها راح يروح على التيشوز عشان يعطي التيشوز إيش؟ أكسجين. الدم يطلع من البلد ويروح على التيشوز بعملية بسميها الفلتريشن. الفلتريشن إيش العملية بسميها؟ فلتريشن. هذا وين؟ هذه وين الحالة؟ لما يكون أنا عند الأرتيريول. طيب الآن التيشوز أخذت الأكسجين وكل إشي تمام التمام، وراحت عند طبعا وطلعت ثاني أكسيد الكربون، فالثاني أكسيد الكربون طبعا يحمل في البلد صح، فراح يروح يرجع على الفينيول عشان يرجع على الهارت عشان يروح على اللن، فراح يرجع على الفينيول، يطلع الدم من التيشوز إلى الفين، بسمي هذه العملية absorption. absorption. إذن عند الأرتيريول الدم رح يطلع بالفلتريشن، وعند الفينيول الدم رح يرجع بالأبسوربشن، رح يرجع للفين، رح يرجع محمل ثاني أكسيد الكربون يعني دي أكسيجينيشن. الآن وبالتالي ها الدم اللي طلع مثلا نقول طلع بنسبة معينة 95% من الطلع رح يرجع على الفين، مثلا أنا بقول مثلا أنا مش حافظ الأرقام بالضبط، 95% رح يرجع وين؟ على الفين. طب بضل 5% هل رح تتجمع 5% من البلد في التيشوز؟ هل رح تتجمع 5% من البلد للتيشوز؟ لا، مين رح يشفطها؟ الليمف. الليمف، فالليمف رح يشفط 5% هذا، وبالتالي كل الدم اللي صار له فلتريشن صار له absorption. ما هو لما الليمف يا اخواننا يشفط 5% رح يرجع يرجعهن ثاني على الفين، رح يرجع يرجعهن ثاني على الفين، فكل الدم اللي طلع من الارتري رجع على الفين، وبالتالي لم يتجمع دم في التيشوز، لم يتجمع دم في التيشوز. طيب لو انا يا اخواننا عملت فلتريشن بشكل قوي، فلتريشن بشكل قوي وكان الابسوربشن ضعيف، وكان الابسوربشن ضعيف، فالدم راح يتجمع في التيشوز، في هذه الحاله بسمي إديمة. الدم راح يتجمع في التيشوز. الواحد عنده يا اخواننا الليمف خربان، مش راح يشفط الدم 5% من الدم لزياده، مش راح يقدر يشفطهن، فراح يتكون عنده إديمة. طيب الآن يا إخواننا المحترمين بدنا نعرف شغلة مهمة جدا. الآن لو هلقيتي لما الكابيلاري بيكون فيها إبروتين تمام، لما يكون فيها إبروتين، البروتين بيعمل حاجة بسميها أونكوتيك إبراشر أو كولويد أونكوتيك إبراشر، كولويد أونكوتيك إبراشر، فراح يشفط المي لعنده. إذا لما يكون الكابيلاري عليها بروتين، البروتين بشفط المي لعنده، بشفط المي لعنده بعملية بسميه يعني بزود الابسوربشن، بزود إيش؟ الابسوربشن. فلو شخص ما بيأكل بروتين أو عنده مشاكل في الليفر، فالليفر ما قدر يصنع بروتين، أو عنده مشاكل في الكدني، فالكدني صارت تطلع البروتين في اليورين، تمام؟ فالبروتين قل في البلاد كابيلاري، قال في البلاد كابيلاري، فقلل الابسوربشن، قلل الابسوربشن للفلويد، ما احنا عارفين انه البروتين بشفط البلاد او بشفط ميه، فقلل الابسوربشن للفلويد، لما قلل الابسوربشن للفلويد تراكمت الفلويد في الانترستيشيال، فصار انا عندي إديمة، فصار انا عندي ايش؟ إديمة، تمام؟ طيب الان اللهم صلي على نبينا محمد. الآن يا إخواننا المحترمين لاحظ إيش أنا بيصير أنا عندي في حالة الأكيوت إنفلاميشن. في حالة الأكيوت إنفلاميشن الممبرين تبع الخلية، ها هذا تبع الكابيلاري، بيصير له فتحات، فخلايا الإندوثيليال سيل بتبعد عن بعض، فبتسمح للبروتين يخرج من الكابيلاري إلى التيشوز، إلى الإكسترا سيليولار تيشوز، من الكابيلا إلى الإكسترا سيليولار تيشوز. ناسي أنا والله بالضبط وين وصلت، بس إن شاء الله تذكرت. الآن لما يا إخواننا في الأكيوت إنفلاميشن إيش بيصير؟
انه هذا الممبرين يا اخواننا بصير له بصير الاندوثيليال سيل تبعد عن بعض، وبالتالي بتسمح للبروتين يخرج من الكابيلاري الى برا. فلما يخرج البروتين بشفط معاه ميه، لما يشفط معاه ميه بتكون هنا إديمة، فالإديمة اللي تكونت عبارة عن بروتين وفلويد، بسميها اكسوديشن. تمام. لكن احنا قبل كنا نقول لو كان البروتين قليل في الكابيلاري زي مثلا ليفر سيروسيز، نيفروباتيك سيندروم، خلل في النفرون، يعني بروتين يوريا في بروتين يورين في اليورين بيكون بروتين، المهم يعني البروتين قليل مثلا في البلاد كابيلاري فما قدر يشفط مية، فصار اتكونت هنا إديمة. فلما تكونت هنا إديمة، الإديمة اللي تكونت بس بدون بروتين، إنما فلويد فقط بدون بروتين، أو أنا الفين ما قدر يشفط الفلويد، مش أنا الفين لازم يعمل أبسوربشن، فأنا الفين ما قدر يعمل أبسوربشن. كيف ما قدر يعمل أبسوربشن؟ مشاكل القلب كونجينيتال هارت فيلير. الكونجينيتال هارت فيلير بيزود البرشر تبعت الفين، لما يزيد البرشر تبعت الفين ببطل الفين بيقدر يعمل ابسوربشن. تمام. فبتكون هنا ايش؟ بتجمع هنا الإديمة. انا يا اخواننا ما بدي افصل كتير في الموضوع. فالإديمة اللي تجمعت هان عبارة عن إديمة فقط فلويد without بروتين، بسميها without بروتين transudation. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وهاي هو الاكسوديشن اخذنا، قال لي الاكسوديشن لما البروتين في الاكيوت انفلاميشن يطلع من البلاد كابيلاري رح يقل البروتين هان ورح يزيد البروتين هان، صح؟ هان صح. فلما يزيد البروتين هان اذا الانترا الأزموتيك براشر هان زاد، ولما يقل البروتين هان الأنكوتيك براشر هان زاد قل، هان إيش قل؟ فالإنترا كابيلاري الأنكوتيك براشر قل، والإكسترا كابيلاري أو الإنترستيشيال الأنكوتيك براشر زاد، عشان هان البروتين إيش زاد. تمام. هيو قال لي الإنترا فاسكولار أزموتيك براشر قل، ليش؟ عشان البروتين قل. والإنترستيشيال أزموتيك براشر زاد، ليش؟ عشان البروتين زاد في الإنترستيشيال وتكون عندي أنا إيش؟ إديمة، ما هو طلع الفلويد. تمام. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. وهي إحنا قلنا يا إخواننا لترانسوديشن في النون إنفلاميشن كونديشن، والهاي الاكسوديشن تو شرحنا بالضبط يا اخوانا كيف بيصير الاكسوديشن. الان فالاكسوديشن فتحات الاندوثيليال تسمح بخروج البروتين، وايضا تسمح بخروج السيليولار ديبري، مش بس البروتين وايضا السيليولار ديبري، بتسمح خروج السيليولار ديبري من البلاد كابيلاري الى التيشوز، الى ايش يا اخوانا؟ الى الانترستيشيال. تمام. هذا هو الاكسوديشن، هذا هو. طب ايش السبب؟ زيادة البرميابيليتي. يعني عارفين يا اخوان انا وين بشوفه؟ هذا في البص او في البو في البيوريل في البيرولينت في البيرولينت اكسوديشن في البيرولينت اكسوديشن، يعني في القيح بشوفه في البص او في القيح. لما انا يكون واحد عنده بص او قيح، اعتقد في رسم هان شايفين، هذا هو الاكسوديشن. لما انت تبعط هذه راح تلاقي فيها بروتين، راح تلاقي فيها ديبري زي النيوتروفيل سيليولار، راح ما هو ليش؟ زياده البرميابيليتي للكابيلاري خلت النيوتروفيل واللوكوسايت تطلع الى الانترستيشيال فلويد، فهذه راح تلاقي فيها النيوتروفيل وهذا، فبسميه بس او بس او ممكن يكون بيرولينت اكسوديت. بيرولنت اكسوديت هو زي الباص. تمام. بيرولنت اكسوديت اصلا بيرولنت يعني قيح او صديء او القيح. تمام. اللهم صلي على نبينا محمد، يعطيكم العافية جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.